نحكي عن الناس أو الأشخاص النباتيين، وحنحكي أكثر بالتفصيل عن النظام الغذائي النباتي، كيف نقدر يكون صحي بدون ما تنقصنا أي عنصر من العناصر الغذائية لجسمنا. هل هو صحي فعلا؟ هل هو موضة؟ هل هو بطبيعة الأشخاص؟ كل هاي الأسئلة رح تجاوبنا عنها اختصاصيات التغذية طبعا صفاء الشيخ. بدنا نقول لك صباح الخير صفاء. يسعد صباحكم. أهلا. يسعد صباحك. صباح الخير صفاء. يعني كثير بنسمع انه هذا الشخص نباتي، فايمتى بنقول فعلا هذا شخص نباتي ولا لا؟ ممكن يكون في اشخاص بياكلوا شغلات ثانيه هي بتخليهم يكونوا نباتيين وهن ما بيعرفوا هذا الشيء. بالضبط. هلا الاشخاص النباتيين هنن بينقسموا لاكثر من قسم. طبعا النباتيه بالاساس الاساسي فيها انه نحن ما ناكل لحوم الحيوانات من دجاج او لحمه او اسماك، هي هي نباتيه باختصار. بس صار في عندنا كثير انواع ثانيه للحميات النباتيه، مثل الاشخاص اللي هنن كمان ما بياكلوا منتجات الحليب، الالبان، الاجبان، الاشخاص اللي هنن ما بياكلوا حتى البيض اللي هنن الاوفو فيجيتيريان دايت او بتكون اتباعهم لهي الحميه. كمان في أشخاص بياكلوا ألبان وأجبان وبيض بس ما بياكلوا أسماك. فالحمية النباتية هي لها أكثر من قسم. بس في نحن بنقول لهم الفيجن يلي هنن المتشددين، هنن الأشخاص يلي ممنوعين تماما عن أي شيء جاي من المصادر الحيوانية، يعني بيمتنعوا عن اللحمة، الدجاج، السمك، البيض ومنتجات الألبان والأجبان، وبيمتنعوا حتى مثل ما شفنا بالتقرير عن العسل. فهي هي الحمية خلينا نقول المتشددة للنباتيين. بس في لها أكيد أقسام ثانية خلينا نقول بتصير حمية نباتية شوي أخف. صفاء بنسمع بعض التعليقات بحياتنا عن الأشخاص النباتيين، إن كانت بدافع الفكاهة أو الطرافة أو حتى ممكن تكون واقع. بيقولوا إنه يمكن الشخص النباتي هو إنسان بيعيش كتير لكن بخرف فكير، ممكن تكون هي طرفة فعلا أو هي حقيقة؟ وشو هي العناصر الغذائية اللي بتشوفي إنه ممكن يفقدها الشخص النباتي؟ هلا ما انه ذكرتي قصه النسيان او انه بخرف على بكير، اهم العناصر اللي هي بتنقص الشخص النباتي الاوميجا 3. هلا بنشوف نحن عندنا بالمصادر النباتيه من زيوت او مكسرات او بذور الاوميجا 3، بس هو ما بيجي بالشكل الفعال للخلايا الدماغيه، بيكون ناقص فيه الاحماض الدهنيه اللي بنسميها او اختصار الاي بي اي والدي اتش اي. هي حصرا بدها تكون موجوده بالمكونات الحيوانيه او بالاغذيه الحيوانيه، فممكن فعلا ينقص الشخص هاي الاحماض وتاثر فعلا على الذاكره عنده. كمان من العناصر يلي هي بتنقص الشخص النباتي الأساسية الكالسيوم، خاصة الأشخاص مثل ما ذكرنا المتشددين يلي هنن ما بياخدوا أجبان وألبان. حليب وبيض كمان. بالضبط. فنحن ضروري انه ناخذ مكملات تحتوي على الكالسيوم، تقريبا 1 جرام باليوم حصه الشخص الطبيعي البالغ، لانه نحن بناخذهم عن طريق الالبان والاجبان بثلاث حصص يوميه، يعني اذا بدنا نقول كاسه حليب على الفطور، كاسه لبن على الغداء، وحصه اجبان على العشاء، هيك بنكون نحن اخذنا كامل احتياجاتنا من الكالسيوم. اما الاشخاص النباتيين مثل ما ذكرنا المتشددين حينقصهم اكيد. بينقصنا كمان الحديد. الحديد موجود بالعناصر الغذائية النباتية، بس بيبقى امتصاصه خلينا نقول ضعيف بالجسم، ونحن بحاجة لأنه نضيف عليه فيتامين سي مو بس على الخضروات الورقية. نحن بنعرف السبانخ بده ليمون، الملوخية بده ليمون، بس نحن لما بناخذ كمان بقوليات كمان نحن لازم ناخذ معها فيتامين سي، حتى ولو ما كتير بيلبق لها بالطعمة، بس فينا بناخذ بعدها مثلا فوارد فيتامين سي لنعزز امتصاص الحديد. بدنا نقول للاشخاص النباتيين كثير ينتبهوا من المنبهات اللي عم ياخذوها، لانه الحديد هو اسهل بتكسره بعد ما ناخذ بعد الوجبه نحن كافيين، فينتبهوا كثير منيح لهي النقطه. كمان نحن اهم عنصر غذائي ممكن ينقص النباتيين بي 12، حتى الاشخاص اللي بياخذوا البان واجبان ممكن ينقصهم البي 12، لانه هو موجود بكثره باللحمه الحمراء، فنحن لازم كمان ناخذه عن طريق مكملات لانه نقصه بيعمل كثير مشاكل عندي بالجسم. ما ننسى البروتينات يلي هي حديث الجدل او دائما بتعمل جدل عند النباتيين انه هن يا ترى عم ياخذوا بروتين كفايه. وشو البدائل الصحيه؟ ويمكن بنسمع انه ممكن الشخص اللي بياكل عدس او بقوليات او هي ممكن هذا الشيء يعوض او لا؟ بالضبط. هلا نحن الاحماض الامينيه الاساسيه جسمنا بيحتاجها من مصادر خارجيه لانه ما بيقدر يصنعها بجسمه. الاحماض الامينيه الاساسيه موجوده بشكل اساسي باللحمه ومنتجاتها، وحتى موجوده بالبيض. لما بدنا نحكي عن النباتيين نحن الاحماض الامينيه الاساسيه عم تكون ناقصه، فنحن ممكن نعمل مثل دمج للعناصر الغذائيه البروتينيه النباتيه لحتى نامن كل هاي الاحماض الامينيه الاساسيه، مثل لما ادمج مثلا بقوليات مع نشويات، مثل لما ادمج خضار
خضار مع بذور مع مكسرات. فنحن دائما بنقول اني انا مثلا هلا كثير اشخاص نباتيين بيقولوا لنا بدنا ننقطع عن النشويات، فهون نحن كثير بنكون عم نعرض الجسم لخساره من الكتله العضليه لان ما اخذنا كامل الاحماض الامينيه الاساسيه. فمهم انه ننوه بغذائنا كاشخاص نباتيين من بقوليات من نشويات، والافضل تكون طبعا صحيه معقده مثل الشوفان والبرغل والفريكه، بالاضافه لانه ندخل نحن البذور المكسرات لنظامنا الغذائي اليومي لناخذ كامل احتياجاتنا من البروتينات. تمام. مو بس هي، في كثير من الاشخاص بيلجؤوا للمكملات الغذائيه اللي بتجي عبر ادويه مثل ادويه، قد ايه هذا الشيء ممكن يعوض فعلا الماكولات اللي المفروض كل شخص انه ياكلها اذا ما قلك اليوم من فتره للثانيه؟ هلا طبعا النباتيين بحاجه لحتى بحاجه انهم ياخذوا مكملات غذائيه للكالسيوم، للبي 12 مثل ما ذكرنا، للاوميجا 3 كمان مثل ما حكينا انه نحن ما عم ناخذهم هدول بشكل كافي من المصادر النباتيه. كمان نحن بعض الاشخاص خاصه الرياضيين النباتيين بيلجأوا لتناول مكملات البروتين عن طريق شيكات، يعني ممكن يخلطوها مع حليب نباتي لحتى يعوضوا النواقص اللي هن عم يفقدوها من المنتجات الحيوانيه. طيب خلينا نحكي اليوم عن كامل اذا فينا نقول كامل اليوم التغذوي للاشخاص النباتيين، كيف ممكن يقسموا حصصهم الغذائيه بمصادرها لحتى يكون هذا اليوم هو يوم وبالتالي بيحافظوا على كونهم نباتيين وبيقدروا ياخذوا القيمه الغذائيه اللي بدهم اياها. هلا باختصار او لنقول منتجات متوفره عندنا، لانه بنلاقي نحن النباتيين بكثره موجودين بالدول الاوروبيه، فبالتالي امنوا لهم منتجات كثير بدائل. اما نحن بالاغذيه خلينا نقول معروفه عندنا كشرق، فممكن نقول نحن ناخذ على الفطور مثلا قطعتين توست مع مسبحه يلي هي تعتبر مصدر بروتين عالي من الحمص، وطبعا ما فيها منتجات البان اذا نحن عم نحكي عن الفيجن يلي هن نباتيين متشددين. توست اسمر مثلا مع مسبحه مع خضار، ولازم نضيف عليها نوع من انواع البذور مثل بذور الكتان او بذور الشيا. ناخذ على وجبه الغداء الوجبه التقليديه العربيه اللي هي مثلا المجدره او برغل بحمص او مثلا ممكن رز بازاليا. ليش؟ لانه نحن بنكون دمجنا بروتينات نباتيه فاخذنا الاحماض الامينيه الاساسيه. ممكن ناخذ على وجبه العشاء سلطة حمص أو ممكن سلطة نضيف لها زيتون ونضيف لها مثل ما حكينا البذور الصحية من بذور الكتان أو بذور الشيا، وناخذ مثلا كسناكات فواكه بالإضافة للمكسرات الصحية اللي لازم نحن ناخذها نيئة بدون ما نكون محمصينها برا أو بدون ما نكون ضايفين لها ملح لحتى نقلل من مشكلة احتباس السوائل. كثير حلو. بالختام حابين نعرف منك نصائح اخيره خاصه للاشخاص النباتيين واللي مستحيل يغيروا انه مخهم ويدخلوا اي عنصر غذائي، سواء النباتيين يلي فعلا نباتيين بحت خلينا نقول مستحيل يقربوا على اي منتج حيواني. تمام. هلا نحن لازم دائما اي شيء عم نقطع جسمنا عنه نلاقي له بدائل، يعني مثلا لما انا اقطع الحليب البقري بقدر الجا لحليب الصويا، وحتى بقدر اني اصنعه بالبيت، صناعته كثير سهله واليوتيوب موجوده عليه الطريقه. الصويا هي تعتبر من الاغذيه النباتيه البروتينة كامل القيمه الحيويه، فبنقدر نستعيد عنه، وطبعا بتحتوي على كميه عاليه من الكالسيوم كمان. بنقدر كمان ناخذ مثلا بدائل حليب جوز الهند، حليب اللوز، كمان بنقدر نساويهم بالبيت بطرق صحيه، بالاضافه انه نحن المفروض ناخذ بديل عن اللحمه مثل هلا لحمه الصويا او اللحمه اللي عم نساويها بالعدس، كلها هي لحوم نقدر حتى نعوض فيها الطعمه وكمان بتكون عاليه القيمه الحيويه. وللاشخاص النباتيين ضروري ينتبهوا كثير على وزنهم، لانه بالغالب النباتيه الحميه النباتيه عم تترافق مع زياده بالوزن نتيجه استهلاك كميه اعلى من النشويات مثل البطاطا، الرز، البرغل، لانه الشخص النباتي ما بيشبع كثير من النشويات، نحن البروتين بيعطينا احساس بالشبع عالي، فممكن ناخذ كميه اكبر من النشويات لحتى نحس بالشبع. وما ننسى انه نحن كبلدان شرقيه بنعاني من مشكله الكولون العصبي، واللي هي خلينا نقول ما كثير بتجي صح مع الحميه النباتيه لانه فيها استهلاك عالي للبقوليات، فنحن نركز انه عم ناخذ مصادر عاليه من البروتينات حتى ولو كانت البقوليات عم تزعجنا. تمام. شكرا كثير لك صفاء، شكرا للمعلومات اللي قدمتي لنا. يعني معلومات جدا مهمة، بنتمنى الكل يستفيد منها، حتى اللي حابب انه هو يدخل شوي نمط غذاء نباتي ما كتير يروح للنهاية بيقدر يدخله شوي شوي بحياته. شكرا لك. اهلا وسهلا.